طيب نروح لموضوع آخر، والجمهورية الجديدة. الجمهورية الجديدة مهتمة جدا فكرة توطين الصناعة بشكل عام، وتحديدا توطين صناعة السيارات. الحقيقة أنه الاهتمام ده ترجم في إطلاق سيادة الرئيس استراتيجية توطين صناعة السيارات والاستفادة من التطور التكنولوجي في جذب استثمارات جديدة وتطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة. الجمهورية الجديدة مهتمة جداً بتوطين صناعة السيارات، والاهتمام ده اترجم في 2020 لما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية توطين صناعة السيارات، وكلف الحكومة بالبدء في إعداد البنية التحتية لتصنيع السيارات الكهربائية ودراسة إعلان سياسات تحفيزية للقطاع ده. الخطوات اللي خدتها مصر لدعم صناعة السيارات جت في إطار خطة الحكومة عشان تخلي الدولة المصرية مركز إقليمي واعد للتصدير للسوق العالمية، خصوصاً الدول الإفريقية. وهدف الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات هو جذب استثمارات جديدة وتنمية الصادرات من السيارات وخلق فرص عمل وتطوير سوق محلي تنافسي مع زيادة القيمة المضافة المحلية، وأيضاً التطوير التكنولوجي اللي من خلاله هيساعد في تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة. وكل ده بيعكس إن الاستراتيجية المقترحة بتتوافق بشكل كبير جداً مع قواعد منظمة التجارة العالمية ومحاورها الرئيسية اللي قايمة على القيمة المضافة وحجم الإنتاج السنوي وحجم الاستثمار الجديد والالتزام البيئي. الوزارات المعنية شغالة دلوقتي بشكل كبير وبتعمل اجتماعات مع عدد كبير جداً من وكلاء الشركات الخاصة في صناعة السيارات وكمان المهتمين بالصناعة، ده غير إن الدولة شغالة في الوقت الحالي على تأهيل الفنيين عشان يكونوا جزء من استراتيجية توطين صناعة السيارات. وبدأت أعمال التأهيل من خلال أعمال صيانة شاملة للمعاهد الفنية للسيارات عشان تأهيل الطلاب على أعلى مستوى، وأنشأت وزارة الصناعة مصلحة الكفاية الإنتاجية عشان تشرف على المدارس اللي بتنتشر في أغلب المحافظات واللي بيتخرج منها 11 ل 12 ألف طالب كل سنة. يمكن إحنا دايماً بنكرر وبنؤكد على فكرة وأهمية توطين الصناعة بشكل عام وتوطين التكنولوجيا بشكل عام وأهمية البنية التحتية اللي دايماً الدولة بتوليها كمان اهتمام بشكل كبير جداً. وكنا بنتابع في وقت من الأوقات إنه ليه كل الطرق دي، ليه كل الكباري دي، هي كلها ترس بيدور في نفس الموضوع، كل حاجة بتخدم حاجة تانية، مفيش حاجة بتعمل في مكان لوحدها، كل حاجة بتخدم في الآخر المواطن المصري، إن كان بنى تحتية، إن كان توطين تكنولوجيا، إن كان صحة، تعليم، كل حاجة هدفها هو خدمة المواطن المصري. وده بكل تأكيد ودي هي الاستراتيجية الوطنية اللي الدولة بتعمل عليها حالياً.